المركز الثاني الكويت، بطل بطل كأس الاتحاد للموسم الرياضي 2010-2011. يحيى البحر يحيى البحر، مبروك والف مبروك، الكويت بطل كأس الاتحاد. سالم الهذال وراشد رياض الرباح، مبروك هذا الكاس واخذناه للمره الثامنه وحققناه. بصالة الكويت بكيفان رفعناه نظام الكاس ولعبناه. تبون تعرفون بالكاس شو اللي سويناه؟ اليرموك في اول مباراه طيحنا، الساحل من بدايه البطوله وطلعنا، النصر لعبنا معاه ودوخناه، والمباراه النهائيه كاظمه وغلبنا. الكبير يحيى البحر يقول اللي بغيناه سويناه. عيال شعيب حمد وحسين يقولون الكاس وشلناه. الفضلي والسالم لعبنا بالكاس ويبناه. راشد علي وعبد الرحمن جمعه والهذال الكاس اخذناه وحق النادي وديناه. والمايسترو راشد رياض هالسنه مستواه عرفناه. احسن الخباز يقول بالثلاثيات الشبك شقيناه. والمدرب الالماني البيتر ماريا واليو غزلافي ديان يقولون الفريق بالخطط صنعناه. والعصيمي وبراشد والتميمي يقولون الفريق للكاس جهزناه. والكاس لعبناه واخذناه وحققناه ورفعناه وشلناه ويبناه وحق نادي الكويت وديناه. مبروك والف مبروك لفريق نادي الكويت في بطولة كأس الاتحاد الكويتي لكرة السلة للموسم الرياضي 2010-2011. بطل الكاس نادي الكويت الرياضي، مبروك والف مبروك الكويت يا الكويت، بطل الكاس يحيى البحر كابتن الفريق، كابتن نادي الكويت يحيى البحر الكبير. والله كبير يا يحيى البحر، مبروك للكويت، مبروك والف مبروك لمجلس إدارة نادي الكويت، مبروك لفريق كرة السلة بنادي الكويت حصولهم على بطولة الكأس للمرة الثامنة، للمرة الثامنة للموسم الرياضي 2010-2011. مبروك يا الكويت، مبروك والف مبروك لفريق نادي الكويت حصوله على كأس الاتحاد الكويتي لكرة السلة للموسم الرياضي 2010-2011. مبروك للكويت المركز الأول، مبروك لكاظمة المركز الثاني، ومبروك للغاتسية المركز الثالث. أعزائي المشاهدين تقبلوا تحيات معلق المباراة علي الشطي والمخرج حبيب الفيلي، ولنلتقي معكم مرة أخرى. أستودعكم الله ومع السلامة.